حمد عبد السلام، رئيس مكتب مكافحة الإرهاب ومدير بتاعي. تشرفني يا فندم. أهلا وسهلا. أستاذة شيرين، أنا عايزك تركزي معانا قوي، لأن الكلام اللي هتقوليه هناخد على أساسه قرار في منتهى الخطورة. اتفضل. بعد ما النقيب وائل قابلك، في حد تاني قابلتيه؟ هو أنا كان عندي ميعاد مع واحد صحفي اسمه رامي، بس هو اتأخر عليا واضطرينا نأجل الميعاد لتاني يوم. تقابلنا برضو في نفس الكافيه. جميل أوي. هو ده؟ بيتهيألي هو كان لابس كده، بس أنا مش متأكدة. ماشي، دي صوته. درم؟ هو ده. طب أنا هسألك سؤال واضح، وعايز إجابة حضرتك تكون واضحة وقاطعة، ولازم تاخدي بالك إن الكلام اللي هتقوليه هنا هو اللي هتقوليه في النيابة أو المحكمة. ده هو ده. هو ده. اجهز انت على ما اذن النيابه يطلع. ابو طارق يا باشا. طارق مش هيطلع لما نستجوب سيف، لازم يبقى عندنا دليل قاطع ان السلاح اللي لقيناه عنده ده مش بتاعه. ايوه بس انا كنت عايز يبقى معانا يا باشا محمود على سيف. ده واحنا 7 دقايق، ده واحنا انا بالذات. ده هو اللي اسماعيليه وكحولني اخر كحوله. شكرا يا وائل. يا باشا الانسانيات دي بصراحه بتحرجني، يعني انا ما عملتش غير الواجب. لولا مجهوداتك وايمانك بالقضيه دي طارق ما كانش لاقي اللي اسمعه. ده كفايه موضوع شيرين ده اللي انت قلت له عليه. انت عارف ان الكلام ده هيخلينا نحمي اللواء سامي، ولو كان هو بقى اللي عمل الخليه بتاعت الضباط دي يبقى يتحاكم ويجازف القانون. طيب ماشي فادي، ممكن ناجل بس موضوع القبض على سيف ده 2 ساعة؟ ليه؟ معلش في حاجه كده عايز اتاكد منها الاول. حاجه ايه؟ يعني سقات زمن بالظبط او اقل من 2 ساعة، في كده حاجه اتاكد منها وهعرف كل حاجه، والا كل اللي احنا ده هينزل على الفيسبوك. معلش. في ايه؟ في ايه بس؟ سكر. عايزك واحد مجنون. ما تعرفش ان شيرين اللي جري لقيت لاي حاجه عند اللواء سامي. فانت عرفت ان اللواء سامي هو اللي شكل الخليه؟ ودي هتفرق في ايه؟ تفرق كتير يا طارق. اللواء سامي هو اللي شكل الخليه بدليل ان سيف عبد الرحمن بيحاول يقتله. هو ده اللي انت محتاج تعرفه. خليك ورا اللواء سامي توصل لسيف. رقم تليفونها كان مكتوب بخط ايدك في الملف بتاع القضيه اللي كان على مكتبك. ده معناه ايه؟ طارق احنا اصحاب. انا عارف ان العلاقات الشخصيه ما ينفعش تخش في الشغل. أنا كل اللي عايزه منك حاجة واحدة بس، وأوعدك بحق كل اللي بينا إن اللي هتقوله ده مفيش مخلوق تاني هيعرفه. إيه؟ البنت اللي أنا قابلتها دي تبقى مين؟ شيرين جيري ولا واحدة تانية؟ أنا آسف يا باشا. في إيه؟ البنت اللي جت دي يا باشا مش بنت دكتور جيري. يعني إيه؟ يعني ضحك علينا أو ضحك عليا. وحتى لو وصلنا لها وقدرت تتعرف على سيف فهي مش هتاخد بأقوالها، لأن هي مزورة ما ينفعش اسيب واحد هنا. وائل انا عايز تفسير للي بيحصل ده، اذا كنت عايز ترجع تشتغل معانا تاني. وانا كل اللي عايزه يا باشا ان سيف يبقى في سجن حاله، ولا انا اللي هقتله. ادخل. سيف باشا، في حاجة كده أنا ملاحظها بقالي كام يوم، كنت عايز أكلم حضرتك فيها. خير؟ في ناس بيجوا عندنا الكافيه كل يوم وفي نفس الميعاد. الغريب بقى يا باشا ان الناس دي مجرد ما بتقوم بيجي ناس مكانهم تقريبا نفس العدد، وبيقعدوا في نفس المكان وبيطلبوا نفس الطلبات. ايه دول يا باشا؟ يكونوش بوليس دول يا فندم؟ وانت سالتهم؟ في مره كده حاولت اخد ودي معاهم كده بس قفلوا عليا. لا طبعا مش بوليس ولا حاجه، يا اما كنت عرفتهم. دول تلاقيهم تبع شركه الامن الخاصه الجديده اللي جنبنا. هو في شركه امن خاصه فاتحه جنبنا يا فندم؟ وبلاش بقى تهتم بيهم زياده وتحور معاهم. الأحسن يفتكروك بجمع عنهم معلومات، ودي ناس مش محترفة ممكن يعملوا لك مشاكل. تحت أمرك يا باشا. اتكل على الله. مراقبينك؟ طبعا حاطين رجالة في كل حتة. مش عارف أمشي خطوتين على بعض غير لما يكون حد مراقبني. طب بتعدي من بينهم ازاي؟ بسيطة، هما بيراقبوا واحد أعمى وانا مش عارف.
دلوقتي بتعمل ايه؟ بقفل شوية حاجات مهمة قوي انها تنتهي عشان محدش يقدر يتهمك بحاجة. لا، عشان الحساب يتسدد. باشا هنقله ناجي الخليلي بكرة من هنا الساعة 12. ده رقم العربية وخط سيرها. والله ما احنا عارفين نودي جمال سعادتك دي فين يا باشا. ايوه يا فندم. لو سمحت كنت عاوز اتكلم مع حد من اللي شغالين في قضية الضباط. ضباط مين يا فندم؟ الضباط اللي اتقتلوا. قضية الصياد. القضية اللي بيحقق فيها الرائد سيف عبد الرحمن. هو حضرتك صحفية؟ لا. طب حضرتك جاية هنا بخصوص ايه؟ عندي أقوال ممكن تفيد في القضية. طيب اتفضلي حضرتك ارتاحي، في حد هيجيلك حالا. اتفضلي. بابا هيبقى فخور بيها في كل الأحوال أيا كان اللي هتعمله. ايوه مين اللي عايزني اقابله؟ المدام. لا طبعا الفم مقفول واكيد رميته. انا فندم غالبا مش هنقدر نوصل لها تاني، بس انا في حاجه بفكر فيها اهم. رقم تليفون شيرين النجيري دي مكتوب في ملف القضيه اللي عند طارق. بس ليه طارق يكتب الرقم ده في ملف القضيه؟ ليه؟ مش مهم ليه، المهم ان الحل الوحيد عشان سيف يقدر يوصل للرقم ده ان يكون اطلع على ملف القضيه اللي عند طارق، مش اي ملف تاني. يعني سيف وصل للملف اللي عند طارق ورجعه تاني مكانه؟ عمل كده ازاي؟ ثانية واحدة. مشيرة يا فندم، مشيرة طلعت على الملف ده يا فندم، أنا شفتها. مشيرة دخلت مكتب طارق وخدت الملف؟ إحنا ممكن نسجنها على السبب ده. هي طلبت مني أجيب لها الملف من مكتب طارق. بس انا ما كنتش متخيل ان دي حاجه غلط او ممكن تعمل مشكله. مش متخيل ان دي حاجه غلط؟ انت مجنون يا ابني. باشا انت قلت ان في عقد جواز بين طارق وبين مشيره، وطارق انكر العقد ده وقال انه مزور. ايوه ومشيره ما انكرتوش عشان تغرق طارق طبعا. يبقى هي مصدر العقد ده. انت عايز توصل لايه بالظبط؟ لو قدرنا نمسك حاجه على مشيره نقدر نستجوبها، ساعتها هي اللي ممكن توصلنا لسيف. بس في سؤال يا فندم لو سمحت، مين اللي ادى لسيادتك العقد ده؟ زياد. الأيام الجاية دي محدش عارف يحصل فيها ايه، في خطورة كبيرة واحنا لازم نتصرف. أمرني يا باشا. عايزك تغير لطاقم الحراسة كله، عايز ناس جديدة. ليه يا باشا؟ الرجالة اللي موجودين أثروا في حياتي. لا بس بقالهم كتير، محدش عارف مين فيهم اتكلم قال ايه ولا قعد مع حد باع له معلومة أو حتى عنده استعداد إنه يسيب حد يعدي. عشان كده الطاقم كله لازم يتغير في خلال يومين. بس ده هيكون صعب قوي يا باشا وهيحتاج فلوس كتير. هدفع لك كل اللي أنت عايزه. أهم حاجة تجيب لي ناس كفاءات. عندهم استعداد يقتلوا لو لازم الامر. طب والداخليه يا باشا مش هتعمل حاجه؟ الداخليه شغاله باللوائح والقوانين. مفيش حد فيهم يبقى عنده استعداد يخاطر، احنا بنتعامل مع واحد ما بيرحمش. انا عايز ابقى مطمن. توزع عليهم صوره سيف، لو حد فيهم لمحه بيقتلوا فورا من غير ما يفكر مرتين. اللي هيعمل كده انا هكافئه مكافاه ما احلمش بيها طول عمره. حاضر يا باشا.